يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دخل مع الإمام وهو ساجد هل يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للسجود، أم يكفي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة السجود لأن الركعة قد فاتت عليه؟ لا، لو نواب تكبيرة السجود ما انعقدت صلاته، لا بد ينوي تكبيرة الإحرام لأنها ركن من أركان تحريمها التكبير، ركن من أركان الصلاة، لا ينوي تكبيرة الإحرام. أما التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال هذه في هذا الموضع سنة، إن شاء جاء بها وإن شاء لم يأتي بها. نعم، وتكبيرة الإحرام أيضا يأتي بها وهو واقف ثم يخر ساجدا، ما يكبر بعد ما ينحط ولا أثناء الانحطاط، لا لازم يأتي بها وهو واقف. نعم.